ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخفى عليك يا منعم وانا عالمه الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي. بسم الله ما شاء الله. منعم صوته حلو قوي في قرايه القران وبعرف اغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك احسن ابوكي يسمعنا يا نايل عيشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوه صوته. عارفه وانا لما ببقى زعلانه بجيبه يقعد يقرا لي شويه وساعات بغني كمان. يا ودي يخرب بيتك ابوك هيطلعني. يلا عشان تتصحى. الواد بقاله يومين على الحال ده، لا بياكل ولا بيشرب ولا عايز يكلم حد. انا غلطت معاه. يخرب بيتك ودوك ما افتكرتي تقولي لي. مالك يا حبيبي؟ في ايه يا ابني؟ مفيش. مفيش ازاي يا ابني يا حبيبي؟ الله، مال الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ ماليش نفس اكل. هو ينفع يا حبيبي برضه ما تاكلش؟ ده انت حتى قرايه القران ما بقتش تيجي تقرا معايا. مش عاوز اقرا. جرى ايه يا واد؟ انت من امتى بترد بالطريقه دي؟ ما تتلم احسن لمك. بس 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 من فضلكم بقى سيبوني انا والاستاذ شويه. يلا اتفضلوا. الظاهر ان انا دلعتك بزياده. يلا اتفضلي. اتفضلي. ايه؟ يقع جدو يقع يا غالي. ايوه. مالك يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ انت ناوي تتكلم معايا ولا؟ لو مش عاوز تتكلم معايا براحه راحتك، بس انا عارف انك عاوز تتكلم معايا. اتكلم بقى وقولي مالك. جدو، هو الغنى حرام؟ الغنى؟ ايوه الغنى. وده بقى اللي عامل معاك كده؟ انا عاوز اعرف هو حرام ولا لا. يا ابني كلمة حرام وحلال دي ما تتقالش كده وخلاص. لا لا لا، دي كلمة ليها أصول وعلم وفتوى وما يقولهاش غير أهل الدين وبس. أمال بابا قال كده ليه؟ أبوك قال لك كده؟ الله يخرب بيت أبوك. يوم ما كنت بغني في الجنينة وأنت كنت مبسوط من صوتي، هو خدني وقال لي اقرأ قرآن أحسن، خليك زي الشيخ محمد رفعت. الله 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 الله. هو يا حبيبي في اجمل ولا احلى من صوت الشيخ محمد رفعت؟ بس انا بحب اغني وزمالي بيحب يسمعوا صوتي، وكل ما يقولوا لي غني غفله يكون حرام. يا ابني مش احنا، مش احنا اللي نقول ده حرام وده حلال. لا ما ينفعش احنا نقولها. بس انت عارف احلى حاجه في الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ايه؟ انك بتخاف ربنا وعامل حسابه، عشان كده هتلاقيه دايما بينور طريقك، ومنين ما تكون هيبقى معاك، بيحميك من شر نفسك ويرشدك للطريق الصح، زي ما قال في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بص يا واد يا منعم، حب ربنا، حب ربنا، وأحب صوتك وأحب الغنى، بس من غير ما تنسى ولا تتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهمت يا ابني؟ قبل الأوان نسيت اسمي كمان، نسيت يا زمان على غدر الإنسان. والله زمان يا هوا زمان والله. بسم الله ما شاء الله. ازيك يا حبيبي؟ ما شاء الله الصوت الجميل ده، صوتك جميل ما شاء الله يا منعم. شاطر جدح جدح. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صبح ماشي،
وقولوا لعين الشمس ما تحماش لحسن حبيب القلب صباح ماشي. ويا حمام يا حمام ترقب له قوام يا حمام خليه يا حمام الشمس حرير يا حمام. ويا حمام يا حمام ترقب له قوام يا حمام خليه يا حمام الشمس حرير يا حمام. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب حبيب ده اللي صباح ماشي. والدنيا زي